بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سائل كريم يسأل عن زكاة القمح. نقول هذه زكاة الزروع، قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وفي رواية: وآتوا حقه يوم حصاده. وعلى كل حال فهذه الزكاة تكون في المكيل المدخر، كل ما كان مكيلا مدخرا فإنه فيه الزكاة، كالشعير والزبيب والتمر، الحنطة، اللوز، الفستق، الجوز، البندق، القمح إلى غير ذلك. هذا من حيث الأنواع. من حيث النصاب كما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: ليس في ما دون 5 أوسق صدقة. والوسق هو عبارة عن 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جئنا عند وقت الحصاد فوجد عندنا 5 أوسق أو 300 صاع، والصاع 4 أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام. والمد هو ملء الكف لا مقبوضة ولا مبسوطة. إذا بلغ عندنا النصاب هكذا فإنه يكون فيه الزكاة، يكون هذا قول الجمهور. الأحناف يقولون الزكاة في القليل وفي الكثير، الزكاة تكون في القليل وفي الكثير، لكن لعل قول الجمهور هو الأقرب لوجود الدليل عند مسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أي زكاة. إذا نحن عرفنا الأنواع وعرفنا النصاب الذي فيه الزكاة. طيب من كم نخرج؟ الأرض نوعان، إما أن تكون الأرض تسقى بالري العثري أو الري البعلي، أو يعني من بالمطر بدون مؤنة، أو إما أن تسقى بالمؤنة، فكما جاء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، فيما سقي بالنطح نصف العشر. يعني لو أننا جئنا وحصدنا وبلغ عندنا النصاب ووجدنا عندنا 300 صاع مثلا، كم نخرج؟ نقول 300 تقسيم 10، يبقى عشر 300 كم؟ 30، يبقى نخرج 30 صاعا، نخرج 30 صاعا، هذه تكون الزكاة. طيب لو عندي 600 صاع مثلا، لو عندي 600 صاع يعني 10 أوسق، فنأتي نقول 600 تقسيم 10 فيها كم؟ فيها 60 صاعا، نخرج 60 صاع اللي هو عبارة عن وسق كامل. هذا إذا كان الأرض تسقى بالري البعلي أو تسقى بالمطر بدون كلفة وبدون مؤنة ولا مشقة. أما إذا كانت تسقى بالآلة، إذا كانت تسقى بالآلة وفيما سقي بالنطح نصف العشر كما جاء في الصحيح، في الحالة هذه نقسم 300 صاع على 20، ف300 على 20 فيها الكم؟ فيها 15، نخرج 15 صاعا ونعطيها للمساكين الذين جاء ذكر في قول ربنا عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذا بالنسبة لموضوع زكاة الحبوب. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.